اللعب في الاهلي صعب. صعب ازاي؟ صعب يعني النادي الاهلي عايزك كل ماتش فت، كل ماتش تجيب جوال. الاهلي ما فيش حاجه اسمها خساره، التعادل يعني خساره، المركز الثاني يعني خساره، ضغط طبعا. هو ضغط ومطلوب منك كل ماتش كمان انك تأدي. هو جماهير النادي الاهلي كمان اللي خلي بالك ما بياخدوش، يعني احنا لو كسبنا والاداء وحش لا مش ده هو نادي الاهلي، لا احنا عايزين اداء ومكسب، ومطلوب منك كل ماتش انك تأدي وتلعب وربنا يكرمنا ونكسب. البيئه الكبيره بتاعتك دي حملت فوق كتفك؟ يعني الرقم الكبير خلى الناس تحملك فوق طاقتك؟ لا والله يا كابتن سيف انا ما كنتش مركز فتره يعني، ممكن مش هكدب عليك ممكن تبقى شويه، بس لما خلاص اكلمت مع اللعيبه والناس والدنيا مشيت خلاص، بس انا كنت محتاج فرصه بس في الاوقات الاخيره خلاص، يعني انا كنت محتاج فرصه بس مش اكتر. دايما صلاح يقولوا الاهلي سيستم مختلف للي بيلعبوا، يعني انا ما اعرفش الناس اللي بتلعب قدام الاهلي يقول لك اي لعيب يجي في الاهلي لازم يعرف ان هو جاي منظومه مختلفه تماما، سيستم مختلف. ايه اللي حسيت فيه باختلاف؟ يعني ايه اللي انت حسيت؟ وهل دخلت المنظومه دي بسرعه ولا اخذت وقت؟ هو انا دخلت المنظومه طبعا، بس اختلاف في كل حاجه هناك. النادي يعني زي ما بقول لك نادي كبير وده كيانه، واللاعب اللي هو بيبقى موجود في نادي الاهلي ده بيبقى على قد، لازم تبقى على قد التيشيرت اللي انت لابسه، وكل حاجة مختلفة في التمرين هناك زي أي ماتش، زي أي ماتش احنا بنلعبه، قوة وضرب وكل حاجة، لا تمرين مختلف وكل حاجة مختلفة في نادي الأهلي يعني طبعا. شايف إن أنت قبل ما الهوا يبدأ أول جملة قلتها لي، لا يا كابتن أنا هرجع إن شاء الله لازم أرجع. إن شاء الله هرجع بإذن الله، طبعا بإذن الله هرجع وإن شاء الله أعمل اللي عليا وربنا يكرمني بإذن الفترة اللي جاية مع نادي الأهلي إن شاء الله. هل أنت يعني بعض الناس اتكلمت معاها اللي عندها إعارة يقول لك أنا محتاج مثلا سنة كمان إعارة أقف على رجلي بشكل قوي ثم أعود، لأن هرجع تاني مش شارك بشكل أساسي هتبقى نفس المشكلة دي في حساباتك الحاجات دي؟ طبعا أنا كنت بفكر إن أنا أطلع إعارة بسبب حاجتين، المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول. فأنا ما كنتش يعني، أنا لو ما عنديش منتخب أنا ما كنتش هطلع. أنا ما كنتش هطلع، المدرب طبعا كان مقتنع بيها جدا جدا واتكلم معايا، بس انا اصريت ان انا اطلع. يعني فايلر ما رضاش يطلعك؟ لا لا، هو قال لي اتكلم معايا واتكلم، هو راجل بصراحه راجل محترم ومدرب محترم جدا، فهو اتكلم معايا وانا اصريت ان انا اطلع عشان خاطر المنتخب. يعني هو قال لي انت متواجد معايا وانت موهبه مش موجوده في الفريق، ويعني انت حاجه كده مختلفه، بس في حاجات كده بتتحط، فده وجهه نظر هو وانا محترمها يعني طبعا. في ماتشات كان عليك ضغط كبير، يعني التيشيرت دايما يقولوا تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت تقيله، يعني تتعب صاحبها، تمثل ضغط بشكل كبير. هل لما ابتديت ماتشات مع النادي الاهلي في ماتشات كان عندك فعلا ضغط كبير؟ هل اول ما رحت ولبست تيشيرت في اول ماتش نزلت فيه كان ده عامل لك ضغط اخدت وقت عشان تتخلص منه؟ طبعا انا زي ما قلت لك في الاول بيبقى الدنيا بتبقى صعبه شويه مختلفه شويه، بس بعد كده لما الدنيا تمشي معاك فكل حاجه بتبقى طبيعيه يعني. بس مين اللي اتعاملت معاه في الاهلي وشد ايدك يعني؟ يعني قال لك ما تقلقش والدنيا سهله وبتاع؟ لا والله اللعبه كلها والله، هم يعني انا هم لو مش شايفين فيها حاجه كويسه ما حدش هيتكلم معايا وهيسيبوني، لكن كل اللعيبه اتكلموا معايا وقالوا لي وفاهمين الدنيا هنا ماشيه ازاي، فبس يعني وانا تاقلمت معاهم واللعبه كلها محترمه يعني.